مات يعني. على فكرة أنا ما بهزرش وعلاقتنا أصلاً ما تسمحش بالهزار. طب أنت ليه قفشت؟ أنا بهزر معاك. ما قفشتش لو سمحت ما تهزريش معايا عشان علاقتنا ما تسمحش بكده. يا جامد سيب النعجة يا خروف. على فكرة ده عاكسني وشتمك. لا على فكرة ده عاكسني أنا وشتمك لأنه قال يا جامد مش يا جامدة. هو لو عكسك أنت وقال يا جامد وأنت مبسوط بالكلمة يبقى المشكلة أكبر بكتير. أنا مش مبسوط، هو شايفني جامد لكن أنا ما قلتلوش يقول لي يا جامد. بس هو قال النعجة سيب النعجة يا خروف، فأنت الخروف لأن النعجة دي أكيد هي البنت. ما أنت النعجة يعني شتم زي ما أنا قلت. أي بس هو يشتمني، أنت سايبه يشتمني يعني؟ خد يلا يلا أنت بتشتم مين يلا؟ خد يلا يلا ما حدش رباك في بورسعيد يلا خد. والله أهو خروف قوي نعجة قوي. بص أنت بتعمل إيه؟ الحركة دي تبك المسلسلات. مسلسلات ايه؟ والله بجد بيكونوا قاعدين كده على البحر والولد بيكون بيرمي توب وكمان بيصوروهم من ظهرهم عشان يبينوا البحر وهما بيكونوا بيتكلموا عادي. على فكره انا عايز اجيبها في اخر كونتينر اللي فوق ده. ايوه ليه يعني الماسكه دي؟ جر يالا ما عرفنا انك ظابط خلاص. خلاص نيلي نيلي خدي يلا. ده بقى عبد العزيز قريبي وده مستر سيف مدير الشركة اللي أنا بشتغل فيها ودي نيلي السكرتيرة بتاعتي. يا دين النبي بقى دي السكرتيرة بتاعتك أنت؟ شفت الزمن يا أستاذ عبد العزيز؟ أنبليفبل. إيه؟ فعلاً يطلع من الزفار جمبري. عيب يا عبد العزيز أنا واقفة. لا مؤاخذة يا بنت خالتي. طب بقى ما تقعدوا يا جماعة. اتفضلوا ونخش في الموضوع على طول عشان ما نعطلش عبد العزيز باشا. اجري يلا هات لي قهوة. لا على فكرة في قهوجي يا باشا ممكن تطلب منه اللي انت عايزه. ايه يا دي المعلومة الجوهرية دي؟ ما انا عارف في قهوجي، عايزك انت تجيب لي قهوة. ليه يعني؟ بكرهك يا اخي. ماشي. قهوتك ايه يا باشا؟ مانو. لا انا ماليش دعوة انت بتدلعها بتقول لها يا مانو ولا يا ناني، انت قهوتك ايه؟ لا ده انت لذيذ كمان، انت تجري تجيب لي القهوة المانو وميه سقعانة. ميه ايه؟ سقعانة. انت بتضحك عليا. ميه سقعانة وفول. بورسعيد نورت يا ست الكل. ثانك يو، ميرسي قوي. أمريني. الأمر لله يا عبد عزيز، زي ما أنا قلت لك كده بالظبط، عايزينك تدخلنا المينا ولا أنت هتكسفني بقى قدام مديري والسكرتيرة بتاعتي؟ لا لا هو أنا أقدر، بس هو الموضوع يعني صعب اليومين دول عشان المينا شدة شوية، وأنا لو دخلتكم على مسؤوليتي هتأذي، يرضيكي؟ أنت بتكلمني ليه؟ هي اللي بتكلمك على فكرة. إيه ده هي اللي بتتكلم؟ أصل أنا فاكر يعني الصوت سابق الصورة. ده احنا جايين لك من اخر الدنيا، هتكسر بخاطرنا ولا ايه يا عبد العزيز؟ وانا اقدر اكسر بخاطرك يا حته كنافه؟ ده غريب جدا، انت ليه بتبص لي انا؟ هي اللي بتكلمك، هتدخلنا المينا ولا ايه؟ هو الموضوع عايز شويه ترتيب بس ما تقلقيش. طيب لا احل القهوه هنا قدام عبد العزيز باشا. القهوه دي مانو ولا؟ ما القهوجي هم تساله هو. يا دي انت ليه مصمم تقول معلومات مهمه؟ ما انا عارف انه القهوجي، فاكره صاحب المكان؟ غور ياد من هنا. اجري هات لي علبه بوكس. مش هجيب. هات لي علبه بوكس ولا تركب البوكس. خلاص بقى يا عبد العزيز سيبك منه وانا هبقى اجيب لك البوكس. ماشي بس ما تقعدش. ليه يعني؟ ما بحبكش يا اخي، خليك واقف كده. معلش يا هاني، اللي يعمل ظهره قنطره يستحمل الدوس. ما قلتليش يا باشا انتوا عايزين ايه بقى من جوه؟ عشان انا ليا حبايبي وممكن يجيبوهولك. جوه فين بالظبط؟ من جوه المينا. جوه. ده سؤال ذكي جدا. ميرسي. والله احنا كنا عايزين من جوه، كنا عايزين نوصل لكونتينر. ايه كونتينر ده؟ حضرتك شغال في المينا ومش عارف يعني ايه كونتينر؟ ما بحبش اختلط بحد. بس حضرتك كنا عايزين نخش الكونتينر ده نجيب. هنجيب ايه؟ ورق. هنجيب ورق من الكونتينر. عايزين ورق مهم لازم احنا اللي نجيبه بنفسنا من جوه. بص يا ست الكل. لا 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 كده بقى كتير قوي. لا انا بلفت انتباهك بس، هو الموضوع يعني معقد حبتين بس انا هظبط اموري وهبقى لغيكي. ممكن رقم تليفونك عشان الغيكي؟ دو سمثينج. لا هتشتم بالام ادوس على قلبي عادي. ركز معايا انا يا عبد عزيز وموضوع التليفونات ده ما بيننا. انا كنت متاكده ان انت هترجعنا من بورسعيد مجبورين. وانا اقدر اكسفك يا بنت خالتي. طب بالاذن انا بقى لا اله الا الله محمد رسول الله. عايزك في كلمه يا بنت خالتي. ماشي. رايح فين يالا؟ جاي معاك. خليك هنا. ليه ان شاء الله؟ يا اخي مالكش قبول عندي، ما بحبكش. وسع. عبد العزيز بيه. ايوه. انا شفتك فين قبل كده؟ انت تعرف النقيب علي ربيع؟ لا انا اعرف المقدم محمد انور. لا يبقى ما تقابلناش. صلوا على النبي يا جماعه وقولوا
شفته؟ عندها حق على فكرة، هو لزج وملزق قوي، مع ان الناس اللي هنا مش كده خالص. ليه؟ ما هو لذيذ اهو جدا. هما بيقولوا ايه كل ده؟ اكيد بيقول لها ما تسيبك من البقف اللي اسمه هاني ده واتجوزيني. تحلوش يا عم الحلو. او عارف ممكن يكون بيقول لها ايه؟ سيب النعجة يا خروف. زي ايه يا عم فيه؟ كان بيقول لك ايه؟ قال لي انه موافق انه يدخلنا المينا بكره بس بشرط. شرط ايه؟ يتجوز نيلي. ايه؟ انتوا بتقنعوني بايه؟ انا نو واي قبل اللي اسمه عبد العزيز ده تاني في حياتي اصلا. انتوا ما شفتوش نظراته اللي هي كانت عامله ازاي؟ انا كنت حاسه ان انا زي منى شلبي في فيلم هي فوضى. وانا كمان. ايوه كنت حاسس اني هاله فاخر. ايه ده؟ بصوا انا ما شفتش الفيلم بس يعني كله يقول عشان خاطر الفلوس. انت شارب بانجو اكيد. هو البانجو بيشرب كده؟ البانجو بيشرب كده يا ماما. وات ايفر، شوفوا بقى هتعملوا ايه عشان انا هرجع القاهره دلوقتي. يعني ايه ترجعي القاهره؟ عبد العزيز مش هيدخلنا المينا الا بيكي. يا جماعه انتوا بتتكلموا في ايه؟ ده مجنون. ازاي عايز يتجوزها واول مره يشوفها؟ طب يسال عليها؟ افرضي طلعت شمال او اخلاقها مش كويسه، ده ابوها سوابق. سيف انت عبيط يا ستي. افرضي، قلت افرضي. انا مش عايزك تضعفي يا نيلي. معلش يا ستي استحملي شويه، مش انت اللي قعدتي تقولي لي معلش يا شيريهان استحملي عشان خاطر الفلوس، وانت يا هاني كل احلامك التوك توك والخوف والطواجن، وجيت على نفسي ورحت له وفي الاخر طلع عينه منك انت يا عروسه. كلمه تانيه وهديكي بالقلم على فكره، انا مش بتكلم كده يا ستي. هو انت هتتجوزي بجد؟ احنا بنقول لك يعني سايسيه كده اهوت واستحملي غلاسته لحد لما يودينا المينا ونرجع مصر وكان شيئا لم يكن. ما شفتيش فيلم اربعه في المهمه الرسميه؟ نيلي انا مش عايزك تضعفي. سيف ما تقفرش كده. انا مش بقفر، انا متضايق عشان الحرنكش البورسعيدي كله اخضر، تالت حرنكوشه خضرة تطلع لي، الاصفر هيطلع امتى؟ في الموسم بتاعه يا حبيبي. يا نيلي يا نيلي هنرجع بالفلوس وتطلعي ابوكي بالسجن وترجعي بيتك وترتاحي مننا ونرتاح منك، وعلى قولك لو هينفعنا يبقى سوريا لنفسك لمونه. اوكي هستحمله. ضعفتي ليه؟ ضعفتي ليه يا نيلي ليه؟ عشان لازم اعمل كده. ليه يا رب؟ خد يلا تعالى، خد شكل اللي مالوش طعم زيك. الو الو. ايوه يا عبا عزيز. ازيك يا شوشه بنت خالتي؟ ايوه يا عبا عزيز باشا، انا جبت لك العلبه البوكس والميه الزعلانه. الميه السقعانه. خليك في حالك ياد يا رخم. ها قولي لي يا شوشو، في اخبار حلوه؟ عيب عليك ياد، ان شاء الله هتنول المراد قريب. والله انا قلت ما يجيبها غير شوشو بنت خالتي. هو انا عملت حاجه؟ ده انا يا دوب جيت بس افتح معاها الموضوع لقيت عينيها وسعت ووشها نور وزي ما تكون كده. ايه لو كنت استنيت عليها شويه كانت قالت لي والنبي والنبي يا شوشو جوزيني الواد الحلو الاسمراني ده اللي اسمه عبد العزيز. معذوره برضه وانا ما اترفتش. اقول لك انا من اول لحظه خدت بالي ان في عينيها القبول. اقفل اقفل في وش السك. المهم يا عبد العزيز هنتقابل بكره زي ما اتفقنا عشان نخلص الموضوع بتاعنا ولا ايه يا قمر؟ لا بكره ايه؟ الموضوع فيه يجي اربع خمس ايام. اربع خمس ايام ليه؟ انا اقول لك انا اصلا دلوقتي جيت المينا عشان اشوف الكونتينرات اللي انتوا بتقولوا عليها، طلع محجوز عليها. وهو برضه اربع خمس ايام حلوين تكون امي جت من الجونه عشان تعين العروسه. عشان الواحد يخدم بقلب. وهو خدمه المعرفه تفرق عن خدمه الاهل. اه قول كده. اعمل ايه؟ طلع زباله طلع زباله. ايوه يا زيزو انا نيلي. مش محتاجة تعرفي نفسك. يا سلام يا سلام يا نيلي، انت اصلا صوتك ما يتنسيش. وحشتني قوي. لحقت اوحشك كده بسرعة؟ ده انا يعني هما ساعتين، ده انت ما وحشتنيش. ما هي ساعتين دي مش حاجة قليلة يا زيزو. يا لهوي عليها. ايه يا زيزو موضوع الاربع خمس ايام دول؟ انت مش عارف ان احنا مستعجلين؟ انا عارف والله يا نونة، بس انت يعني عارفة يا نونة. ايه نونة دي؟ لا يعني بقول لك نونة بدلعك، مش انت نيلي يتقال لك نونة، نونتي بنتي الصغيرة. جغ جغ يا نونة. ايه ده؟
ايه الصوت ده؟ ببوسك. ببوسك ايه؟ ده انا حسيت ان الروج طرف عينيا. انا زعلانه منك يا زيزو. معقوله اول طلب اطلبه منك ما تعرفش تعمله؟ لا والله، بس هو الموضوع يعني معقد شويه، انا استخدمت كل سلطاتي. هو صعب عليك بقى. طيب يا جماعه، كل واحد على قد امكانياته. زيزو مش هيقدر يخدمنا لانه هو يعني لسه على قده. خلاص احنا نشوف حد تاني اهم. لا 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 لا، استني عندك واظبطي الكلام. انت ما تعرفيش مين هو عبد العزيز. عبد العزيز لما يقول هيخلص حواري يخلصه. طب ايه رايك بقى انت بكره بالليل عند بوابه المينا، ولو ما دخلتوش هجيب المينا لحد عندكو. ثانك يو. ثانك يو على ايه؟ انت في ديك الساعه لما اخدم نونتي بطتي يعني مزتي. شوفوا هتبيتوني فين النهارده. ايه المكان ده؟ انا نو واي ابات هنا. بقولك ايه يا بت، انت انا اتخنقت من العوجه اللي انت معوجاها لنا دي. على قد لحافك مد رجليك. لحاف ايه في الحر ده؟ انا دخت. دختي من ايه يا كتكوته؟ الراجل اللي هناك ده عمل صوت غريب كده بزوره، وبعدين راح تافه في الارض. امال عايزاه يعمل ايه؟ يكتم البلغم يعني لغايه ما يموت فيها؟ احمدي ربنا انه ما جاش لغايه هنا وتافه في شنطتك. كان يموت احسن بدل ما يقرفني. معلش يا حبيبتي، اعصري على نفسك ليمونه ليله وتعدي. وبعدين ايه الشنط دي كلها؟ ده هو يوم صد رد. على فكره الحاجات اللي في الشنط دي تكفيني يوم. لبسي، جزمي، بيجاماتي، الاكسسوارز بتاعتي، الميك اب، واوبشنز زياده. افرضي مثلا النهارده عايزه البس دريس، سكيرت، بانتس، انا حره. اتفضلوا يا هوانم، الويلكم درينك. شكرا. الاوتيل المعفن ده فيه ويلكم درينك؟ امال يا ست البنات، ده انتوا شرفتوا بورسعيد. كوبايتين صوبيا ساقعين يستاهلوا بقكم. شكرا، انا مش عايزه. الف هنا وشفا. الا الهوانم مشرفينا قد ايه؟ لا احنا يوم بس وماشيين. ويا ترى راجعين القاهره ولا رايحين في مكان تاني؟ انت مالك اصلا؟ انت بتحقق معانا؟ لا انا ما اقصدش، انا اقصد بس يعني وانتوا ماشيين ابقى اجيب لكم الباي باي درينك. شفتي ظلمتي راجل، بقى هيجيب لنا الباي باي درينك. انا ليه حاسه ان انا شفتك فين قبل كده؟ لا يخلق مش شبه اربعين. انا همشي بقى عشان استاذ هاني جاي. شكرا ده صحينا بقى الفطار لو سمحت. مش بيعملوا جمبري على الفطار بقى؟ ايه تحفه. الجمبري البورسعيدي. خد يا شوشو، ده مفتاح اوضتك انت والاستاذه نيلي. مش كفايه ان انا رديت ابات معاكم في الاوتيل ده، كمان هتبيتوني معاها في اوضه واحده؟